اخبار اليوم. التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بالسيد سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي خلال زيارته الرسميه لجمهوريه روسيا الاتحاديه حيث اجريت له مراسم استقبال رسميه. وعقد الوزيران جلسه مباحثات ثنائيه رفيعه المستوى على صعيد التعاون العسكري والامني. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه التحديات الاقليميه والدوليه الراهنه وسبل التعاون المشترك في مواجهه الارهاب. وقد عكس اللقاء مستوى التفاهم بين الجانبين في جميع الموضوعات التي تم تناولها على نحو يلبي المصالح الاستراتيجيه المشتركه لكلا البلدين الصديقين. حضر اللقاء عدد من كبار قاده القوات المسلحه المصريه والروسيه.